مباراة السوبر ستقام إن شاء الله يوم الجمعة القادم يوم 20 سبتمبر. الحقيقة يعني أنا بضحك دلوقتي لأنه خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا حرب شعواء، حرب من كل الجهات، مسؤولين في أندية ومسؤولين في الاتحاد، يعني الكل كان بيحاول شيء واحد فقط. والناس قالت لك إيه، في بعض دخل قال لك إيه، قال لك يا جماعة إحنا خلاص اتفقنا إن خلاص الماتش ده هيتلعب من غير جمهور، والماتش ده عشان كذا وكذا وفي توتر وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. لو تفتكروا حضراتكم انا طلعت مع حضراتكم هنا وقلت لكم ان ده قد يكون فخ لجمهور النادي الاهلي، لانه هي الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه تبعد النادي الاهلي عن اقوى اسلحته. اقوى اسلحه النادي الاهلي معروفه هو الجمهور. عندك احسن لعيبه في الدنيا واحسن لعيبه في العالم، ولكن جمهور النادي الاهلي هو افضل جمهور في العالم من وجهه نظري. فالناس عايزه تبعدك عن اقوى اسلحتك اللي هي النادي الاهلي، اللي هو جمهور النادي الاهلي. فبيعملوا كل حاجه، بيعملوا تمثيليات وبيعملوا افلام، يخش يقول لك ايه اصل يا جماعه احنا خلاص اتفقنا ان الماتش خلاص ده رسمي. الموضوع لم يكن رسميا خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، الموضوع رسمي النهارده بس. النهارده بس اتقال ان المباراه هتتلعب في استاد برج، في استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعه، في يوم الجمعة إن شاء الله 20 سبتمبر بحضور 10,000 متفرج، 5 أهلي و5 زمالك. فكل الناس كانت اليومين ثلاثة اللي فاتوا بتعمل إيه؟ عمالة تكسر من هنا وتكسر من هنا وتكسر من هنا وتكسر من هنا، عايزين يعملوا إيه؟ يبعدوا الجمهور عن هذه المباراة. فالحقيقة لما تيجي تشوف الناس دي دلوقتي وهي بتتكلم، أو أي حد عايز يبعد جمهور النادي الأهلي عن فريقه، هتعرف قد ايه ان النادي الاهلي ده دايما كبير. النادي الاهلي كبير وقوي حتى في وقت صمته. حتى في وقت صمته النادي الاهلي قوي. والناس عارفه قيمه جمهور النادي الاهلي وعارفه يعني ايه جمهور النادي الاهلي. كل اللي انا بطلبه من حضراتكم، علشان انا نفسي اشوف جمهور النادي الاهلي، طبعا انا كان نفسي اشوف مباراه زي ديت اهلي وزمالك. النادي الاهلي الافضل في مصر وبعدين نادي الزمالك، تبقى مباراه حلوه. نادي الزمالك عامل فريق جيد، النادي الاهلي عامل فريق رائع، الاثنين يلعبوا مع بعض، نشوف كوره، نشوف كره قدم حقيقيه نستمتع بيها ونتبسط بيها، وان شاء الله الاهلي يفوز. ولكن اهم حاجه كان نفسي اشوفها ان انا اشوف الاستاد مليان زي كده، زي اللقطه اللي حضراتكم شايفينها او الفيديو اللي حضراتكم شايفينه. ده اللي نفسي اشوفه، ده اللي احنا نفسنا كلنا نشوفه خلال الفترة اللي جاية، ان الجمهور النادي الاهلي جمهوره هو الاساس في كل شيء. الناس بتقول لي انت بتتكلم في الموضوع ده كتير، اه بتكلم لان هي دي الحقيقة يا جماعة. الجمهور هو كل شيء، الجمهور هو كل شيء في النادي الاهلي. كده احنا دايما كده، جمهورنا في ظهرنا، من غير جمهورنا تبقى الامور صعبة شوية، وبنقعد نجيب كلمتين من هنا وكلمتين من هنا لكن لما الجمهور يبقى موجود، تخيلوا حضراتكم 5,000 متفرج هيكونوا متواجدين ان شاء الله في المباراه القادمه، مباراه السوبر امام نادي الزمالك. بصوا المنظر اللي حضراتكم شايفينه، يعني حاجه جميله جدا جدا وحاجه مفرحه جدا جدا. طب انا اسكت يا جماعه، طب انا هقول ايه في حضره الجمهور ده؟ يعني حاجه جميله جدا، وحاجه قد ايه الواحد لما كان بيبقى في الملعب يا جماعه كان بيبقى سعيد جدا جدا جدا. الحمد لله ان ربنا خلاني ابطل كرة قدم قبل ما اشوف الجمهور مش متواجد في الملعب، بيني وبينكم يعني، لانه في النادي الاهلي الجمهور هو الاساس. فكل الناس عايزه تبعد جمهور النادي الاهلي عنه، عن فريقه يعني. حاولوا خلال الكام يوم اللي فاتوا، ولكن قرر اتحاد كرة القدم ان تكون المباراة ب 10,000، او اللجنة التي تدير اتحاد كرة القدم، اللجنة الخماسية، قررت أن تكون هناك هذه المباراة ب10,000 متفرج، 5,000 للنادي الأهلي و5,000 لنادي الزمالك. نتمنى إن شاء الله أن المباراة دي نستمتع بيها من الناحية الفنية، وإن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة. لكن دائما الكلمة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم أن كرة القدم دايما فيها ثلاث نتائج، المكسب والخساره والهزيمه، هي دي كره القدم، هو ده اللي احنا عارفينه، هو ده اللي احنا اتعلمناه. ف
ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه اللي جايه مباراه السوبر دي بوقتها نبقى نتكلم فيها، لان احنا عندنا مباراه اهم بكره، مباراه في دور ال 32 في ذهاب دور ال 32 مع فريق كانو سبورت في غينيا الاستوائيه. هنتكلم في هذه الامور كتير جدا كمان شويه، ولكن كنت اتمنى ان يكون المباراه دي تلعب في استاد القاهره، وان استاد القاهره يكون ال 100,000 ولا 80,000 سعه الاستاد بالكامل تقسم ما بين الناديين الكبيرين سواء النادي الاهلي ومن بعده نادي الزمالك. في النهايه خلاص تم اقرار الموضوع، والنادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي هيكون متواجد في هذه المباراه ب 5,000 متفرج. ان شاء الله ربنا هيكرمنا، وان شاء الله تبقى مباراه جيده يقدر النادي الاهلي يضيف بطوله سوبر اخرى وبطوله جديده تضاف ان شاء الله للنادي الاهلي خلال هذه الفتره. والله انا اتمنى سمير لو انت نفضل الجمهور ده طول الحلقه، يعني انا بالنسبه لي ان يتواجد او تتواجد الفيديو بتاع الجمهور ده حاجه بتبقى جميله جدا جدا، بتخلينا نبقى حتى احنا واحنا قاعدين في الاستوديو يعني سخنين زي ما كنا في الملعب زمان. فربنا يكرم ان شاء الله ونشوف مباراه جيده تليق ان شاء الله باسم النادي الاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي. عايز